فجر طالعة من عينه شرارة، لما يقولوا ان انا جاي بمشي لوحدي في قلب الحارة، باخد كلابي معايا لو حتى راكب طيارة، الحرب العالمية التالتة هتقوم مني انا بإشارة، انا ببعت الكلاب بتاعتي يجيبوا لي سجاير، انا يبقى كلابي عندي احسن من صندوق زخاير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميلة اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في العالم. طبعا يا جماعة دلوقتي احنا بنفضي حمام السباحة اهوت، تمام، عن طريق غاطس، وده اللي انا حابب نتكلم عنه النهارده. طبعا كل الناس شافت ان احنا كنا عاملين هنا حبه لعبكه كده، موتور ميه وشفطه وسحبه ورفعه وحاجات زي كده عشان نشفطه ونسحبه وفي نفس الوقت نقدر نملاه بعباره عن موتور، لكن الموتور طبعا ما قدرش على الحاجات اللي هنا، او ما قدرش على ضغط الميه والكلام ده كله، تمام. فرجعت للقايمة الرئيسية اللي كانت في دماغي في الأول، أو الفكرة الرئيسية اللي كنت هعملها، هو عبارة عن غاطس، تمام، وفتحت له فتحة في حمام السباحة تحت اهو، صغيرة يعني، ممكن تكون واضحة في المية اهي، تمام، فتحة صغيرة بننزل فيها الغاطس لما المية بتوصل، منسوب المية بيوصل لحد عنده، أول ما المية بتوصل لحد الغاطس بننزل بالغاطس في الفتحة دي، تمام. وطبعا بنبدأ إن احنا نسحب المية وبنفضيها بره. طبعا المياه دي قلنا يا جماعه لو لاحظنا ان هي اصفرت شويه، المياه دي من مياه جوفيه طبعا من بطن الارض، تمام. بنودي المياه دي فين بقى؟ بنستعملها في ايه؟ احنا بنفضي المياه دلوقتي عشان هنوصلها لحد منسوب معين، وبعد كده نبدا ان احنا نحط فيها دواء اللي هو ديزانول ولاكتاكروم، ونبدا نحمي الكلاب بتاعتنا. النهارده الخميس، تمام، وبنحمي الكلاب بتاعتنا. تعالوا بقى نشوف المياه اللي احنا بنشتغل بيها اهي، تمام، بنروي بيها النجيله. يعني احنا كده النهارده بنروي النجيله اهي، تمام، ادي كده يا جماعه بنروي النجيله. طبعا هنا بنروي كل الارض عندنا، تمام، بالشكل اللي احنا شايفينه ده، بنروي الزرع، بنروي الشجر، بنروي النجيله. يعني معنى كده ان احنا بنستغل الميه في حاجه تانية برضو، يعني مش هنطلع الميه من حمام السباحه نوديها على الصرف او حاجه زي كده، لا، بنستغلها ان احنا نروي بقى النجيله. بالعربي كده دي طبعا عباره عن ميه بتطلع من بطن الارض اللي هي زي الترومبه كده، بس بنشغلها نظام سحب موتور، وفي طبعا احنا مشغلين موتور اهو بيسحب من الميه دي، يعني عندنا موتور بيسحب الميه دي، تمام، اللي هو الموتور الكبير، تمام، هنا ادي موتور يا جماعه اهو بيسحب الميه، ده موتور بيسحب المية، تمام، وبيطلعها من تحت الارض، وبنملى بيها حمام السباحة. دلوقتي كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنفضي لمنسوب معين عشان نقدر نحط الدواء ديزانول ولاكتاكروم، ونبدا نطلع الكلاب بتاعتنا نحميهم طبعا كلهم، لان النهارده الخميس، انا بنحمي كل يوم خميس، بس بعد النهارده باذن الله هنفوت خميس ونحمي خميس، لان كان في حشرات او كان في قراد ساعات بنلاقيه في الكلاب، فحميت الخميس اللي فات وهنحمي الخميس ده تاني، تمام، ده تاكيدا على الكلاب بتاعتنا. فدلوقتي احنا بنسحب اهو، الغاطس شغال، تمام، في الميه، تمام. طبعا الغاطس كل الناس عارفاه، الغاطس ده عباره عن موتور او اداه شفط للميه، نظام سحب للميه، والخرطوم راكب عليه بيسحب اللي في الغاطس، تمام، اللي في حمام السباحه وبيطلعه. اول ما نوصل للمنسوب المعين بتاعنا اللي احنا بنشتغل عليه اللي هو حمى الكلاب، تمام، بنبطل الغاطس وبنطلعه بره، ماشي، وهنحط الدواء بتاعنا الديزانول والاكتاكروم، ونحمي الكلاب بتاعه المزرعه كلها، حتى كلاب التدريب هنحميها النهارده، يعني النهارده يوم كله حمى، حتى كلاب التدريب هننزلها حمام السباحه، تمام، بس طبعا دي انا اللي هنكون مسؤول عليها في نزولها وخروجها، تتربط في اماكن. هندخل دلوقتي ونطلع، وهتبقى هيصه شويه، تمام، وهنكركب الدنيا. خليكم معانا علشان هنتابع احنا بنحمي ازاي، وهنتابع دلوقتي احنا هنعمل ايه مع حمام السباحه. رجعنا لكم تاني يا جماعه عشان نكمل الحلقه. طبعا دلوقتي زي ما انتم شفتوا احنا نزلنا الميه لمنسوب معين، تمام، المنسوب ده هو يا دوبك على قد الكلاب بالظبط. هنبدا دلوقتي نحط الدواء. طبعا انا ظابط عندي الكميه دي كام لتر ميه مثلا، معاها قد ايه دواء علشان نخف نسبه السميه اللي في الميه خالص، يعني احنا دلوقتي هنضيع نسبه السميه اللي في الميه خالص بالشكل ده كده اهو، تمام. دي نص ازازه ديزانول، يعني يعتبر الازازه كيلو، ده نص كيلو، تمام، هنشطب الازازه. ادي كده الديزانول اهو. طبعا هي الازازه اللي مش مكتوب عليها ديزانول، مكتوب عليها باسودين، تمام. وادي الاكتاكروم اللي هو تركيزه بيكون فعال علشان الحشرات والغراض والحاجات دي كلها. هنحطه كده اهو.
اهو طبعا اهو كل بيقلب لون ابيض اهو. طلعنا الغطس من الميه، الغطس اللي احنا شايفينه هناك اهو تمام، طلعناه من الميه عشان نكمل شغل. طبعا الغطس ده يا جماعه خدنا بيفيدنا هنا احسن من الماتور بكتير، وغير كده وكده هو كان عندي مشكله من ساعه ما ابتديت الغطس لان كان صاحب المحل اللي بيعه لنا. طبعا هنتكلم عنه في حلقه قريب باذن الله، لان طبعا ما تامنش لاي حد انت بتشتري منه حاجه، في حوارات كتير وفي تدبيس كتير وكلام من ده تمام. والمفروض اللي يروح يشتري حاجه زي ديت يكون حد فاهم. يعني انا غلطيت ان انا بعت احمد السواق اشتراه، في يعني ضحكوا عليه لبسوه حاجه مثلا مش حلوه او كده، بس الحمد لله احنا بنعمل لكم حلقه بالموضوع ده عشان طبعا في محلات بتبقى فيها اشتغالات كتير وحاجات زي كده تمام. طبعا احنا حطينا ديزانون اهو، حلو الكلام، والاكتر كروم. هنبدا دلوقتي ان احنا نجيب الكلاب وننزلها في المايه، خليكم معايا وهنتابع مع بعض. طبعا يا جماعه زي ما شفنا دلوقتي ننزل مجموعه من الكلاب اهي، مجموعه مجموعه كده بنطلعها تمام. طبعا يا جماعه الماده اللي احنا حاطينها خفيفه خالص عشان فاهم الناس عشان مفيش حد يروح يعك الدنيا. الماده اللي طبعا يا جماعه الماده اللي احنا حاطينها خفيفه خالص عشان فاهم الناس عشان مفيش حد يروح يعك الدنيا. الماده اللي احنا حاطينها دي خفيفه خالص 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 عشان الماده دي فيها سميه تمام. طبعا الكلاب كده بتتغسل، بتتغسل طبيعي من تحت. هات يلا سلاسل.